لها تصير كل إصرار على العناد. ولكن الشيء اللي لازم نعرفه أنه هذا العناد وقتاش يكون عناد طبيعي وعناد ضروري، ولازم الطفل في هذه المرحلة العمرية يكون معاند. يقدر يكون العناد ضروري؟ لازم في المرحلة العمرية من سنة ونص إلى خمس سنوات لازم يكون عناد عند الطفل، لأنه يخدم خمس مهارات ضرورية للنمو النفسي السليم عند الطفل. اوكي، يعني العناد يقدر يخدم الطفل من الناحيه النفسيه، تطور ينمي مهاراته، ينمي مهارات الطفل. أوكي. يبدا العناد عند الطفل من عام ونص، يشتد ويكون في الذروه ثلاث سنين، عامين ثلاث سنين، ومن بعد وصولا كاين بعض المختصين يقول لك اربع سنوات الى خمس سنوات. حتى الان يكون عناد طبيعي، عناد ضروري، ولا طفل ما عاندش في هذه المرحله. أوكي. هنا اللي نقولوا كاين مؤشرات مرضيه عند الطفل. أوكي. نعم، يعني الام اللي تشوف ابنها ربما احنا العناد بالعاميه نقولوا راسه يابس، هكذا ما يسمعش الراي، ما ياخذش الراي، راسه يابس. يعني الام اللي في هذه المرحله العمريه تشوف ابنها يعني شويه ما عندوش كاع هذه العلامات، هنا تبدا تقلق. يعني نعم، نقدر نقول كاين هي بين الامور اللي تظهر في تاخر اللغه عند الطفل، عدم نمو الادراك، ما بداش التفكير تاعو ينمو، عنده تخلف عقلي، يقدر يكون عنده تأخر لغوي، يقدر يكون عنده طيف توحد، اضطراب من الاضطرابات النفسية اللي يخلي الطفل ماوش ينمو نمو نفسي سليم في المرحلة العمرية اللي قلنا من عام ونص إلى خمس سنوات. أوكي. هذه المؤشرات الصحية أو المرضية عند العناد بالنسبة للطفل. وكيفاش نقدروا نفرقوا أستاذة بين العناد الطبيعي والعناد المرضي الغير طبيعي؟ نعم، العناد المرضي يكون خمس سنوات فما فوق، سمات وليدي ولا بدا يعاند مع عام ونص حتى خمس سنين، هنا عناد طبيعي، عناد ضروري، يخدم جوانب النمو النفسي. ودوك نروحوا للمهارات ان شاء الله نفصلوا فيها، هي مهارات النفسيه والمهارات التواصليه والمهارات الادائيه الحركيه عند الطفل اللي يكون عنده نضج في التفكير. واش معناتها وليدي او يعاند؟ ثم تبدا يخدم شخصيته، بدا يبني استقلاليته، والابن في حد ذاته راهو يكون شخصيه مستقله عن الام. هذا الطفل كيزيد يحس باللي هو ذات متصله بالام. صح. لفت يبدا يعاند، يبدا عنده الادراك الذاتي، وعلى اطفال التوحد ما عندهمش الادراك الذاتي، ما عندوش ادراك الصوره الجسديه، ما عندوش باللي انا ذات منفصله، ولا عدم الادراك التام.